الحلقة الـ12. أثبتت الأبحاث العلمية إن أنت لو عايز مراتك تسمع كلامك، كل اللي أنت محتاج تعمله إن أنت تطلب منها حاجة عكس اللي أنت عايزها تعمله. وأثبتت الحياة العملية إن أنت لو عملت كده، مراتك هتقول لك خلاص هسمع كلامك المرات، كده كده مش هتكسب عشان بس نبقى خلصانين. فقوم إيه بقى اللي حصل؟ إن حازم ما عملش كده، قال لسارة إنه عايز يقعد ما يسافرش، وطبعا بعد كده هي أصرت إنها تسافر، وده طبيعي. قال لها مش عايز يروح لاستشاري العلاقات الزوجية، قالت له طب يلا بينا نروح لها جري. يقعد ساكت؟ لا ما ينفعش، لازم نطلع بقى الإزازة ونعمل فيها إيه، بنلعب سبين دا بطل في وسط كل الأحداث دي. وتعرف هو بيحبها قد إيه وأول مرة تقابله فيها. أنا بجد بحسد الستات على الإيربلين مود اللي عندهم ده، بيعرفوا يفصلوا ويعزلوا نفسهم عن أي أحداث ومجريات ومشاكل وحوارات، ويركزوا في هدفهم بس، أكتف بروبلم كانسليشن. يا معلومة عايزين يعرفوها، يا خناقة بيحاولوا يبتكروها، زي اللي هيحصل دلوقتي. خلينا نروح نسمع بس عشان ما نضيعش وقت. أنا حازم، ولو أنت بتسمع الفويس نوت دي أعرف إن العالم انتهى، ونهاية مش مفهومة نهائياً، زي الستات كده بالظبط. العالم انتهى بس انا لسه عايش دون عنان الناس كلها، ليه ما اعرفش. تقريبا عقاب، تخليص ذنوب. طب ليه متضايق طيب يا حازم؟ هقول لك يا سيدي، اعتقد ان مصير الناس اللي اختفت في نهايه العالم دي كان احسن من مصيري بكتير. على الاقل هوب اختفوا مره واحده، لكن انا بتعذب كل يوم مع شريكه حياتي المفروض، او غريمه حياتي، مش عارف. العالم انتهى ومفيش غير انا ومراتي ودكتوره منى بس اللي ناقصين، أو ده اللي أنا كنت فاكره لحد ما طلع فيه شوية ناس كده موجودة، بس مش كتير، شخصيات عشوائية عبثية ما يطلعوش حتى في مسلسل في الراديو ده. والمفروض إن واجهتنا بلطيم، لأن ده هو المكان الوحيد في الحياة اللي لسه ناقص. مراتي بقى سابت كل ده والرحلة الأساسية ومسكت في خنائي، داخلين في رحلة تانية خالص غميقة قوي، ومش عارف بقى هنطلع منها ولا لأ. إيه ده؟ ده في صوت في الدور اللي فوق. هو العالم ما انتهاش ولا الناس دي بتستعبط ولا هو في ايه؟ هو ايه نهايه العالم الزحمه دي؟ ده انا حاسس اني في الشهر العقاري يوم الخميس. اما اطلع اشوف. هو انا ليه بكلم نفسي بصوت عالي؟ يلا اهو احسن ما اكلم ساره، واحسن من الدكتوره منى اكيد، منى الشربيني دي، ده اكيد بنت رضوى الشربيني، او على الاقل بنت عمها يعني. ايه ده؟ دكتور حسام مربوب استشاري العلاقات الزوجيه؟ ايه مربوب دي؟ وليه اتنين استشاريين علاقات زوجية في عمارة واحدة؟ ده مفيش غير اتنين في البلد. يلا هو ممكن ينصفني على الاقل راجل. حازم انت فين؟ انا هنا اهو. بصي، مادام ادينا فرصة للي تحت، تعالي بقى نطلع نجرب الراجل اللي فوق ده. حازم واحنا مجرب كارديجن؟ انت ليه بتعقديها في الافيهات كده؟ ما تعايزة تضحكيني، قولي لي في اسهل يتفهم، ما انا مش هضحك لو ما فهمتش. انا مش عايزة اضحكك. لو ده اللي بتحاولي تعمليه يبقى نجحتي بتفوق، اثبتي بقى على كده. يلا بقى بعد اذنك نخش عند الدكتور التاني. السلام عليكم يا دكتور. ايه ده ايه ده ايه ده، حضرتك مش لابسه ماسك ليه؟ ايه ده، مش كورونا خلصت من زمان اصلا؟ كورونا ايه يا مدام، بعد اذن حضرتك خدي الماسك ده البسيه ما تقلعيهوش. طيب طيب. دكتور عايزين جلسة بقى، ولا يعني مش عارف بقى تسميها ايه، استشارة، قعدة عرب، يعني خلصني من اللي انا فيه ده لو سمحت. ايه ده؟ في حجز يا ابني؟ البسي الماسك يا سارة والنبي، الراجل هيموت مننا. خلاص يا دكتور اهدى اهدى بس، اهدى يا دكتور حسام. تصدق عبقرية فكرة الماسك دي يا دكتور. والله انا لو كنت فكرت فيها من زمان كان زماني حليت مشاكل كتير، بس ده جزء من جلسات العلاج بتاعي او البلان. ازاي يا دكتور البلان ده؟ حضرتك هو زي كومبو كده، كومبو في الماسك المانع للنكد، اللي معاه دي سماعات مضادة للخناق صغيرة جدا وبتسمع كي ووردز معينة وتنبهك في حالة الخطر، زي انت سامعني او انت مركز معايا. ده بقى حمام كريم بينايم عشان لو عايز تنزل مع اصحابك على القهوة ولا حاجة تقوم حاططه لها. ده بقى يا سيدي ايه لما ده يا دك ايه ده؟ هو انا فتح قناة دكتور سيما هتعمل لي عروض لمنع نكد المدام؟ ايه ده؟ والله تصدق فكرة؟ بس فين الناس بقى اللي هتشتريه؟ طب احنا لو عملنا حملة يبقى يا دكتور انا جالك في استشارة هنا، مش واحد صاحبك قاعد معاك على القهوة بتفكر تفتح معاه مشروع تسمين عجول عشان نزود دخلنا مع شغلانة البنك؟ ركز بقى يا دكتور حسام، لحسن انا ابتديت اتشائم من العمارة دي كلها. خلاص خلاص، ايوه ايوه صح صح. انتوا ايه مشكلتكم يا جماعة؟
يا دكتور. لو سمحت يا مدام ما تشيليش الماسك، أنا بكلمه هو. حبهم للكلام بجد غير طبيعي. على طول أنا عايز أتكلم، اديني راحت في الكلام. ما هو هو كل ده فخ يا أستاذ. تقولها خلاص اتكلمي يا حبيبتي، تقوم هبداك، أنت مش بتعمل، أنت مش بتسوي، أنت اتغيرت، أنا كنت فاكرة، وتفلهم لك. بما أن أنت لو كنت مهتم كنت عرفت أنا إزاي عايز أقول إيه قبل ما أقوله. ما أنت لو كنت قلتيلي عايز أتكلم. هو أنا مجنون؟ أنا مجنون يا أستاذ؟ لا لا أنا مجنون. ها؟ لا 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 خالص خالص يا دك، أنا اللي مجنون إني جيت لك والله. قولي قولي، انت اكلت عندها في البيت قبل كده؟ عند مين يا دكتور؟ دي مراتي. يبقى تعمل لك عمل يا استاذ. شكرا شكرا، انت كده لبست خلاص، ما عنديش حاجه اقدمها لك. ايه ده ايه ده ايه ده، هو في ايه في ايه؟ ما انت يا استاذ لو بتقرا وبتثقف نفسك كنت عرفت نسبه 86.8 من 100% من السحر بيتعمل من الستات للرجاله يا استاذ. طب انا هسالك سؤال، عمرك شفت فيلم رعب في ساحر؟ دايما ساحرة. فامباير راجل عادي بس ساحر لا، وفي الاغرب الفامباير الراجل ده ستة عضته فبقى فامباير، او شغال في كل سنتر نايت شيفت، حاجة من الاثنين. يا دكتور العالم انتهى واحنا لسه بنتخانق على الفاضية ومليانة، ما هو ده مش طبيعي برضو. بتتخانق معاك على طول؟ ها؟ اه. ما بتغيرش اما المفروض تغير، وبتغير لما المفروض ما تغيرش. بتستفزك برجالة تانيين كل لما يجي لها فرصة بس عشان تشوفك متعصب. ها؟ مودية متقلبة المزاج، عصبية بس باردة ومستفزة في نفس الوقت، بتطلب حاجات وهي عايزة حاجات تانية ومن المستحيل تصالحها. وانت ويتش انت كمان ولا ايه؟ يا دكتور بالظبط. طب يا سيدي قلقتني، حضرتك ممكن تقلعي. ايه ده؟ في ايه يا دكتور؟ ايه الماسك؟ الماسك يا استاذ، قصدي الماسك. احنا ليه؟ احنا فين؟ احنا مين؟ احنا ليه؟ احنا فين؟ احنا مين؟ مراتك ست طبيعيه جدا يا استاذ، معرفش دي اول تجربه ليك مع الستات ولا ايه، بس حضرتك لو في واحده ما فيهاش الحاجات دي مش ممكن تبقى ساحره. الله يا دكتور، زينه العقل، راجل حكيم والله. دلوقتي بقى حكيم؟ البسي الماسك يا ساره، وما تقلقوش قدام حد غريب، وخدي البتاعه دي حطيها في ودنك، المهم ما تسمعيناش. تصدق انه مستغرب المود سوينجز؟ يكونش جوزك من الفضاء يا استاذه ساره؟ انا عمري ما شفت له صوره وهو صغير قبل كده. اللي زي ده بيتولد كبير يا استاذه ساره. ايه ده ايه ده، هو انتوا في ايه؟ هتطلعوني مسرح ولا ايه؟ ده انت اللي اسمك مربوب يا استاذ، انت مش عارف اسمك؟ وبعدين قومي يا بنتي، ده الدكتور اللي تحت كانت ارحم. منى؟ انتوا كنتوا عندها؟ لا لا لا، دي مجنونه. لا لا لا، ده انت اللي سيدي العقلين يا دكتور. وبعدين دي نفسان الدكاتره بقى على فكره. قومي قومي يا بنتي، يلا يلا ننزل لها بقى. دكاتره ايه؟ دي نصابه. منى دي تبقى طليقتي. طليقتك؟ ايوه دي خلصت منك يا حبيبي بعد نصايحك دي. منى دي ملاك رحمه جنبك. منى ملاك رحمه؟ دي ملاك موت. دي لو لقت نملتين واقفين جنب بعض بتقتل واحده منهم عشان التانيه تعيش طول عمرها متعذبه. دي السعادة عدوتها الأساسية. لا لا لا، وانت بصراحة فرش لنا السجادة الحمراء لاستقبالنا وقابلنا بالبلالين يا راجل. ده انت كتمت مراتي اللي بقالي شهور مش عارف اكتمها. يعني انا صح؟ يعني بنفس الفيزيتة اللي دفعتوها هعمل لكم كذا جلسة؟ لا، هو قال خلاص هننزل للدكتور منى. استني بس استني بس يا سارة، ايه التهور ده؟ ما الدكتور قال بنفس الفيزيتة جلسات كتير. هو انت جاي في اي اوفر وخلاص؟ مش ده اللي قال عليك إيليان؟ يا حبيبتي ده قصده من كتر تطوري، ده مدح. اقعدي انت بس. بس في حاجة بقى، منعا للخناق جلساتكم مش هتكون مع بعض، كل واحد لوحده. أول جلسة دي هنكملها مع بعض وبعدين هتنفصلوا. ماشي يا دكتور. صحيح، بالمناسبة قبل ما نبدأ، هي أخبار منى إيه؟ لسه عندها الحسنة اللي جنب مناخرها؟ لا، بقت الناحية التانية. قوم يا سارة، هننزل تحت يا سارة، مفيش جلسات، نتخانق أحسن. في الحلقة الجاية. لو مش عاجبك مكانك اتحركي، انت مش شجره. هو كده خطر يا دكتور صح؟ يبقى بص، انت هتثبت على رايك. مفيش مروح لبلطيم يا ساره. نعم. احنا ليه؟ احنا فين؟ احنا مين؟